قضية ملفق أساسا بشهادة الجميع، بشهادة كبار رجال التربية والتعليم، الكل يعرف أن هذه القضية ملفقة. لو إحنا بصينا لقضية المعلمة دميان عبيد عبد النور يبقى إحنا بنفرغ الأمر من مضمونه، لكن هي قصة أكبر، هي قصة أكبر، هي قصة متصلة بأسلمة التعليم. هم بالطريقة دي يعني ضربوا عصفورين بحجر واحد. أول حاجة إن بيجي الطفل المسيحي طبعا في جو بقى مؤلم، وفي نفس الوقت الطفل المسلم يبقى طالع بقى في جو، هذا الجو بقى مغذى من الإرهاب ومن التعصب. في ساعة ما هي كانت في النيابة كان يعني هناك كرنفال من المحامين السلفيين، عبس الإخوان، الإخوان ناس بيعبسوا بكل شيء، بيعبسوا بالوطن، بيعبسوا بأمنه، بيعبسوا بالأطباء، بيعبسوا بكل حاجة. لأن أنا زي ما قلت لحضرتك من الأول إن هي مسرحية يعني هزلية. هؤلاء الناس مجرمون، تاخد بالك، بيحاولوا أن يقتلوا كل بسمة في الإنسان، بيحاولوا أن يقتلوا إحساس الأقباط بالأمان. لو مؤسسة الرئاسة باقي شوية بس في ماء وجهها، عايزة تحفظ ماء وجهها، تبعت هيئة تحقيق محايدة. مسألتين، في فرق بين مسألة أن يطلب الأقباط الحماية في مصر، ودي مسألة إحنا بنرفضها تماما، لكن في مسألة تانية إن هناك هيئات عالمية ودولية محايدة لابد أن يلجأ لها الأقباط. إذا كان النهاردة رجال القضاء في مصر بيلجأوا لهذه الهيئات، في هذا التعامل الأمني مع هذه القضية ده وصمة عار على جبين كل مسلم متطرف، وأيضا على جبين كل مسلم معتدل سكت. أنا عايز إيه؟ أنا عايز يبقى في روح عند الأقباط إن إحنا مش هنخاف، إن إحنا مش هنخاف، إحنا مش هننسحب من الحياة، إحنا مش هنسيب مواقعنا مهما هم نخوفونا، مهما هم نروعونا، مهما هم، لأن يعني يعتبر الأقباط خلال العام الأخير هي أخطر فترة من تاريخ الأقباط بيقع فيها الاضطهاد عليهم.